وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آپ بھی میری غلطی پکڑ سکتے ہیں جہاں سے زبر زیر پیش غلط پڑھ رہا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه یہ ساری لائن خاموش بیٹھی ہے جی لاک لگا ہوا ہے منہ کو کیا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما في الأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ
محظومہ وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد کتاب کہاں دے تو کتاب کی طرف دیکھو اوپر رکھ کتاب سورة الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دہرائیں آپ